السلام عليكم خوتي خواتاتي، نتمنى دائما تكونوا على خير وفي خير، نتمنىكم دائما تكونوا في احسن الاحوال يا ربي. شكرا لكم كاملين على التعاليق الغزاله ولحسن المتابعه ديالكم ليا، شكرا بزاف بزاف. اليوم باذن الله بعيد على الكوزينه، غادي نتوجهن باذن الله للتوجطات بحكم ان واحد الحمام تما غزال، بغيت نعرفكم عليه وتشوفوا يعني الاجواء ما بين فاس التوجطات بحكم ان الطبيعه غزاله. بقاو معايا. دابا راه حنايا في بن سوده، كي تشوفوا تبارك الله الشتا طاح رقيقه، الجو مغيم، جودي بارد بزاف بزاف بزاف. هاد النهار الجو بارد والشتا طاح، ولكن ماشي مجهده، الشتا رقيقه وزوينه، والجو شويه تيتغيم وشويه تيتفاجا. الخلاصه هي ان الجو غزال. كي قلت لكم اليوم اختارينا الوجهه ديالنا هي الحمام ديال وليلي اللي تيتواجد في عين توجطات، واختارينا اقرب مسافه على الطريق ديال بن سوده في اتجاه ان شاء الله باذن الله لتوجطات عبر ممر ديال راس الماء، بحيث المسافه تقريبا ديك الربع ساعه باذن الله تنكونوا وصلنا. واختارينا هاد الطريق بالداس ندوزو منها دائما، لحقاش يعني المسافه قصيره والمده ديال الوقت كذلك قصير، يعني ربع ساعه، لحقاش كاينه طريق واحده اخرى غير هي شويه زيد عليها واحد العشرة ديال الدقائق. يعني هذه الطريق يعني تنوصلوا دغيا دغيا، تقريبا ديك ربع ساعه تنكونوا وصلنا. كي تشوفوا ان الطريق تبارك الله غزاله، الشتا طاح رقيقه، يعني الواحد يتمتع حتى بديك الجمال ديال الطبيعه. تبارك الله ما شاء الله كل شيء غزال. وكي تشوفوا بان فاس كاين غير الدوش، ما كاينش الحمام، يعني ديك المتعه ديال الحمام واحد ما تيعيشها شيء. اللهم تعالى ربي يرفع علينا هذا الوباء في اقرب وقت. وبالنسبه للدوش الواحد ما تيغسل فيه تيحس بحال انه راه تيغسل في الدار عادي. باش انا تعمدت انني نوريكم هذا الحمام اللي غزال غزال بزاف، والثمن ديالو يعني مناسب، الثمن ديالو غزال غزال 14 درهم. يعني اللي سمع هذا الثمن وشاف الحمام يستغرب، الثمن غزال. دابا حنايا باذن الله ما بقى والو، رحنا قربنا للحمام، يعني حنايا دخلنا لتوشطات باذن الله، رحنا قرابين. كي تشوفوا الجو غزال غزال ما شاء الله، والطبيعه رائعه رائعه بزاف. الواحد في نفس الوقت انه تيتمتع حتى بديك الطريق وتيخضر عويناتو، يعني وتيبدل حتى الجو وكيف يعني راكم عرفتوا الروتين اليومي والحياه اللي بدا فيها شويه المتاعب، على الاقل وحتى ديك الطريق تيتمتع بها راها غزاله. الدنيا فنه وكل شيء غزال. دابا راه حنايا وصلنا للحمام، كي تشوفوا حمام غزال، حمام غزال غزال. البراني ديالو تيحمق والدخلاني ديالو قال له ما تعرف شيء. بالنسبه للجهه كاينه ديال العيالات، وهذه السيترنا ديال الماء والشعاب حتى باش يسخنوا الماء. كي تشوفوا السيترنا والشعاب وهذه راها الشجره، واحد النظام جديد باش يسخنوا الماء، يسخنوا غير العظام ديال الزيتون او الزنجوز او ديال الدرجة باش يسخنوه، وفي نفس الوقت ان هاد الطريقة صحية للجسم والصحة. ما شاء الله الدخله ديال الحمام، هذا محل داخل الحمام، كل ما يتعلق بالتجميل ديال المراه سواء قبل الحمام او بعد الحمام. شحال من واحد ينسى شحال من حاجه تلقاها هنايا واجده، كل حاجه عندها علاقه بالمراه في داخل الحمام، يعني قبل الحمام ومن بعد الحمام كل شيء كاين هنايا ما شاء الله، اي حاجه احتاجيتيها كاينه.
كي قلت لكم ما شاء الله حمام ديال التضخيم، هانتوما تشوفوا الدخله ديالو رائعه، داكشي رقيقي غزال ما شاء الله. وكثر من هادشي ان الثمن مناسب، 14 درهم ثمن فوق فوق مناسب بالمقارنه مع حمامات يعني اخرى. بالنسبه لهذا المحل داخل الحمام تيتواجد فيه كل ما يتعلق بالمراه بمواد التجميل الطبيعيه ديال قبل الحمام وبعد الحمام. شحال واحد ينسى شي حاجه تيلقى مشكل تلقاها يعني بالنسبه لهذا الحمام فيه مسائل كلها اللي تحتاجها المراه يعني، و الواحد تلقى راحته كاع كامله يعني مسائل طبيعيه كلشي غزال. بحال حنا في المدينه يعني، بحال حنا في المدينه اللي بغيتي من الغسول من عكر الفاسي من الورد داكشي ما شاء الله غزال. نتمنى ان شاء الله باذن الله الفيديو ديال هذا النهار ينال اعجابكم، وانا تعمدت انني نوريكم هذا الحمام كثرت لانه غزال غزال بزاف والثمن ديالو مناسب. وكي قلت لكم ان باش تيسخن يعني غير بالقشور ديال اللوز وقشور ديال هذا المستودع ديال الملابس فين الواحد تيحط الحويجات ديالو، وهذا تيحط حويجات ديالو يعني، وتبقى يعني كل واحد بالرقم ديالو والسويرتات ديالو تيبقاو عنده. وبالنسبه لهذا الجهه فاش الواحد يبدل كذلك حويجاته من بعد ما تيغسل اولا قبل ما تيدخل، هنا الواحد تيبدل حويجاته. بليصه غزاله نقيقيه، كلشي تيضوي كلشي تينطق، الجلي صلى على النبي شوف كي تيضوي غزال، كلشي نقيقي كلشي غزال. فاش تعلقوا حوايجكم فاش واحد تيجلس بليصه نقيقيه كلشي ما شاء الله، الله يسخر لمولاه ما شاء الله ما شاء الله رائع صراحه حمام غزال. وهنا كي تشوفوا انا راه دايره اكثر من جهدي يعني، واخا راني غاسله وسخفانه ونضادر دايراهم ودخلت يعني لداخل سخون حيت كاع كلشي ولا لي مضبب في عيني. شوف تبارك الله الدخلاني ديال الحمام كي داير تينطق تينطق ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله غزال غزال. كله دايز دايز بالشعب ديال البرد وديال السخون. واحد ديك الجهه الحمراء فاش يحط الواحد ديك الحويجات ديالو باش يغسل يعني ما تيبقاوش في الارض، كلشي يعني عالي، الماء ما تيهوش كاع عليك ما مستخلش شي حاجه يعني، كاينه ديك الساقيه تيهود عليها الماء كامل. الجهه فاش يهود الماء بوحدو راك ديك البيصه اللي تحت الروبينيه تما تيهود الماء يعني، الواحد واخا جالس ما تيهود عليه لا ما دير واحد اخر لا حتى شي حاجه يعني. حمام تبارك الله في المستوى في المستوى تبارك الله غزال من الداخل، وفيه تبارك الله خمسه ديال البيوت ما شاء الله رائع رائع، خمسه ديال البيوت صلى على النبي اللي في قلب هاد الحي اللي في هاد الحمام. وكله رقيقي كله غزال وكله داير صاير روبينيات بالبرد والسخون. شوف تبارك الله شحال روبيني كاين، كله داير هكاك فين ما درتي تلقى روبينيات. وفي نفس الوقت كي قلت لكم فاش تحطوا المعناس ديالكم باش يغسل الواحد المسائل اللي جايبها باش يغسل يعني، ما تحطش في الارض وتهود عليها ما وسخله يعني، داكشي تبارك الله مصمق متول رائع. وهذه خلاص الجهه ديال الدروج، الجهه كذلك ديال الرجال، وريناكم الجهه ديال العيالات ودابا هذه الجهه ديال الرجال تبارك الله. الكولوار كذلك هانتوما غادي تشوفوا الصلاة على النبي، الجهه ديال الدواش كنقيقيه وداكشي مصمق مسول ما شاء الله. حمام في المستوى في المستوى ما شاء الله، داكشي رائع. كيف قلت لكم ما تنوريكم شي حاجه اللي ماشي هي هذيك، وتمنيتكم انكم تجيو لهذا الحمام غزال غزال غزال. شوف تبارك الله الدواش كي قلت لكم الاكثريه الدوش الرجال تيبغيو يدخلوا للدواش، ولكن حنا العيالات يعجبنا الحمام البلدي. كي تشوفوا الدواش كذلك فنين نقيقيان، شوف كلشي كلشي ما شاء الله ما شاء الله كلشي غزال. وتبارك الله الصلاة على النبي رائع رائع بزاف. وهذا خلص الدخلين ديال الحمام، هذاك فيه الاحمر والزرق وهذا فيه الكري والكحل. نتمنى ان شاء الله هذا الفيديو ديال اليوم ينال اعجابكم ويكون عند حسن الظن ديالكم، وشكرا لكم كاملين على حسن المتابعه ديالكم ليا وعلى خطيكم. وباذن الله نتلاقاو في فيديو واحد اخر، نتمنى هذا الفيديو ديال هذا النهار يكون عجبكم. تحياتي لكم وشكرا ولهلا خطيكم، ونتلاقاو باذن الله فيديو واحد اخر.
اشترك في القناة وفعل زر الإشعارات، وأيضا لا تنسى دعمنا بلايك.